السلام عليكم. واحد تحت ايدنا معلومه انما عيرت ايه من باب الصدفه ومشيها الصدفه، حاجه كده بدا التفاوض عليها، ملفها اتفتح يعني. في وفد ايراني وصل القاهره خلال الكام يوم الكام ساعه اللي فاتوا لتنفيذ صفقه مهمه جدا. بالمناسبه عايز اقول لك ان قبل وصول الوفد القاهره اعلى سلطه في ايران المرشد الايراني من غير اي مناسبه طلعت تصريح مهم جدا وخطير جدا جدا بيكشف توجهات ايران الفترة القادمة تجاه مصر والمنطقة. قال ان رفع مستوى التعاون ووجود مشاريع اقتصادية دلوقتي بين البلدين مصر وايران اصبح مهم وضروري. قال كمان ان البلدين بيشتركوا في المسار الاهم والاخطر واللي بيتحكم في حركة التجارة العالمية حرفيا، معبر ومضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، غير المصلحة الاقتصادية الضخمة اللي ظهرت بين القاهرة والطهران بعد انضمامهم لبريكس. ايه بقى قصة الاسطول الشبح الايراني؟ حاجة كده جت في النص. ايه قصة الوفد الايراني اللي وصل مصر برضو؟ بيتفاوض على ايه؟ ايه الحكاية؟ وايه اللي معطل التطبيع بين البلدين لغاية دلوقتي رغم تكرار الحرب باصرار من جانب ايران وليس القاهرة؟ ايه قصة الصفقة الضخمة والتحالف الثلاثي مع السعودية برعاية بريكس لدعم اقتصاد مصر؟ تفاصيل مثيرة مش هتلاقيها في مكان تاني غير هنا على 50 اقتصاد، لان عندنا معلومة قد كده لكن هتقلب الموازين كمان حصل. بس في الاول ما تنساش ان اليوتيوب والفيسبوك حاليا بيقيدوا المحتوى الاقتصادي والسياسي وبيقللوا الريتش بتاعه لاعتبارات كتير انت عارفها كويس. فلو لينا خطر عندك بقى ومن باب التشجيع والدعم، ياريت كل اللي بيشوفنا يعمل لايك ويعلق برأيه، وما تنساش تفعل علامة الجرس وتشترك في قناة اليوتيوب كمان صفحة الفيسبوك عشان يوصلك اشعار بالحلقات. انا قهوتي سكر زيادة، فلو شايك جهز اعمل حسابي في قهوة وهاتوا يلا بينا. انا محمد ابو عاصي وجاي دردش معاك اقتصاد 50 اقتصاد. في حاجة مهمة جدا ينبغي على المسؤولين في مصر انهم ياخدوا بالهم منها لانها طوق نجاة للاقتصاد المصري. لو سألتني ايه هي يا عاصي هقول لك حاجتين: خلق مصادر جديدة لجلب الدولار، والأهم الحفاظ على سرسبة العملة الصعبة. تبدأ يحصل إزاي؟ ببساطة إنك تفصل قوانين تكون حافز لدعم حاجة اسمها اقتصاد الكماليات، زي مثلا إني أدعم صناعة مجلس التجميل، أوفر لهم القوانين اللي تساعدهم يتوسعوا ويدخلوا أو يدخلوا الأجهزة والتقنيات الحديثة، وديهم حوافز جمركية عشان يجيبوا عملاء من بره لجوه مصر يدفعوا بالدولار، وكمان احافظ على اللي جوه مصر انهم ما يطلعوش يدفعوا دولارهم بره مصر. السؤال دلوقتي، واحنا عندنا في مصر نماذج من النوعيه دي؟ هقول لك عندنا نماذج ومشرفه كمان وصوتها مسمع بره مصر، لدرجه ان في عملاء من جميع انحاء العالم بيجوا لهم ويحجزوا بالطلب. النموذج اللي معانا هو راي حلقه النهارده، مركز تشينج مي، عنوان مشرف لمصر في مجالات التجميل والرعاية الطبية وزراعة الشعر وعملية التأهيل وزراعة الأسنان والتخصيص وغيره. خد بالك البيزنس ده ضخم، مركز تشينج مي القائمين عليه قدروا ينقلوا أحدث التكنولوجيات والأدوات اللي في العالم في مجالات التجميل والرعاية الطبية هنا في مصر. كمان عندهم مركز تدريب للأطباء وعندهم متخصصين على درجة عالية من الكفاءة والتميز، بيقدم خدمة ممتازة وبسعر تنافسي لأن عملية التعويم وفرق العملة خلاه يقدم أفضل خدمة بسعر قليل. يعني اللي بتسافر تعمله بره بسعر عالي يتعمل هنا بجودة أفضل وتقنية أعلى. المركز ما وقفش لحد هنا، ده بيتوسع في دول الخليج عن طريق انه بيعمل مكاتب تسويق لشغل، يتعاقدوا مع العميل ويجيبوا من هنا من بره لهنا في مصر. الناس دي تعبت لحد ما عملت السمعه دي، دلوقتي بقوا بيتوسعوا بطريقه الفرنشايز، يدوك اسمهم ويدعموك باحدث التقنيات والمواد ويشرفوا عليك وانت في المقابل تدخل ملايين وتديهم نسبه. مش كده وبس، انا بقى حريص او بمعنى ادق متحمس لتجربه تشينج مي لان كان ليا معاهم تجربه، وهي ان كان عندي مشاكل في اسناني فعملتها عندهم. صراحه ناس ممتازين عندهم، بيهتموا بعنصر الوقت والنظافه وكمان التقنيه وكمان الحاجه الاهم وهي السرعه. هسيب ليك لينك موقع وصفحات وارقام التواصل مع مركز تشينج مي في وصف الفيديو واول كومنت عشان تاخد فكره. خد بال حضرتك، الناس دي بتقدم عرض خاص وخصم مهم وضروري لكل متابعين 50 اقتصاد. يا الله يا عم.
مؤخراً أيام أو ساعات حصل اجتماع مهم بين فريقين مصر وإيران. دي معلومة وقعت تحت ايدينا بالصدفة، رايحين نسأل على حاجة ظهرت حاجة. المبادرة جاية من إيران اللي بتسعى لتفاصيل صفقة مهمة مع مصر، صفقة اقتصادية أو تقدر تقول اقتصاد في سياسة، باعتبار الدولتين بيمتلكوا الممر الاقتصادي الأهم، طريق قناة السويس، طريق هرمز مروراً بباب المندب اللي إيران لها عليه سيطرة. الناس بيتكلموا عن صفقة أساسها علاقة صداقة بين البلدين ودعم سياسي وراه دعم اقتصادي، وتكون مصر أهم محطة يرسى فيها الأسطول الشبح الإيراني اللي بينقل بقى النفط والغاز والذهب والتجارة وكل حاجة تحتها عالم مختلف. عن طريقها أو عن طريقه بيتم تصريف بترولها ونفطها اللي بيتباع بربع ثمنه في السوق الدولي لأن عليه عقوبات أمريكية وغربية. والذهب والغاز غريبة بقى ان اللي بيروج ليه هم رجال اعمال امريكان. كمان ايران محتاجة واسطة مصر لفتح اسواق الخليج لايران وامام ايران، وكمان جذب راس المال الخليجي ليها، تعاون مشترك بدل حالة الحصار اللي بتعاني منه، تطبيع العلاقات مع الخليج. يعني اعتقد بقى ومشيها اعتقد ان الوفد جه بعد زيارة امير الكويت، لان مصر رمت طعم وهتتفاوض بدلا من الكويت في اكتر من حاجة اتكلمنا عنها هنا في الحلقة دي. مصر ليها طلبات أولية، أهمها استقرار اليمن وعشان الخط الملاحي للقناة يهدى. كمان الأهم إن إيران تتنازل عن أحلامها التوسعية، ما احناش في عهد الإمبراطوريات. الصراحة كان في تفاصيل تانية مش هينفع نعلن عنها دلوقتي، مش عايزين نحرق مصدر، بس يهمك الكم معلومة اللي قلناها. طيب ما تيجي نمشي واحدة واحدة وبسرعة في ملف مصر وإيران ونسأل كم سؤال خلال الحلقة دي عشان نبسط الموضوع أكتر ونوصل لنتيجة. أول سؤال، إمتى انقطعت العلاقات بين البلدين؟ هنشوف مع بعض أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انقطعت سنة 1980 بالتحديد، وده كان بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وتحول طهران من شرط الخليج وحليف الولايات المتحدة وتل أبيب إلى أكتر دولة المنطقة عداء للغرب. ساعتها كانت مصر بقيادة الرئيس الأسبع الراحل محمد أنور السادات بتستعد لإبرام معاهدة السلام مع الكيان، فانحازت إيران إلى ما أسمته تيار المقاومة بعد سقوط نظام الشاه في 11 فبراير سنة 1979. طب مين اللي بادر بالقطيعة وإيه السبب؟ اللي بادر بالموقف العدائي ده هو قائد الثورة في إيران آية الله إمام الخميني، اللي أصدر قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وقتها أصدرت الخارجية الإيرانية بيانها بتفسر فيه أسباب القرار ده، وكان في مقدمة الأسباب هو الاحتجاج على توقيع مصر اتفاقية السلام كامب ديفيد مع الكيان. طيب لحد كده وخلاص؟ لا، ده بقى اعتبرته القاهرة تدخل مرفوض في الشأن المصري. بأي منطق تتدخل في شؤوننا الداخلية؟ ركز بقى معايا في اللي جاي عشان ده مهم كويس أوي. طيب إيران هل قامت بخطوات تصعيدية تانية بعد اتفاقية كامب ديفيد واستضافة السادات لشاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي بعد الثورة الإيرانية؟ اتبعت طهران سياسة المكايدة السياسية مع مصر، وأطلقت بلدية طهران اسم خالد إسلام بولي المتورط باغتيال الرئيس الراحل السادات والملهم للعديد من الجماعات الإرهابية المسلحة هناك على أكبر شوارعها. طب بعد كده هل عادت العلاقة من جديد؟ ده برضه سؤال مهم وركز في اجابته. العلاقات الدبلوماسيه رجعت على المستوى القائم بالاعمال في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ومن الوقت ده وبالتحديد في ابريل عام 1990 تم فتح مكاتب رعايه المصالح، وتم تعيين السفير احمد نامق رئيسا للبعثه الدبلوماسيه المصريه في ايران، والسفير علي اصغر محمدي رئيسا للبعثه الايرانيه بالقاهره، وحاليا بيشغل السفير المصري ياسر عثمان رئاسه البعثه المصريه في طهران. كمان بيتولى رئاسة البعثة الإيرانية في القاهرة محمد محمود يعني. طيب إيه شروط استئناف العلاقات من جديد بين مصر وإيران؟ وده برضو سؤال مهم لازم تعرف تفاصيله عشان وانت بتتكلم في الموضوع ده تعرف الموضوع واصل لحد فين أو جذوره فين. سامح شكري وزير خارجية مصر قال مصر بتطالب إيران تغيير سياستها في المنطقة، وكمان وقف التدخل في شؤون دول الجوار واستغلال البعد المذهبي والطائفي، غير أن القاهرة عندها هواجس أمنية وخصوص استضافة طهران لبعض العناصر المتشددة. سامح شكري شدد لو الجانب الإيراني استجاب للمطالبات دي هتكون هناك انطلاقة في مسار العلاقات بين البلدين. جميل جدا. طب وهو في مؤشر لانطلاق مسار العلاقات دي؟ يعني الإيرانيين بدأوا يسمعوا كلام وزير خارجيتنا مثلا، أو يهاودوا مصر،
قبل أيام قليلة شفنا وكالة أنباء مهر الإيرانية اللي نقلت عن نواب إيرانيين تصريحات بقرب إعادة فتح سفارتي مصر وإيران في كل من القاهرة والطهران. خد بال حضرتك، أنا أصلا عندي معلومة من زمان إن في مفاوضات بين مصر وإيران، بس المفاوضات دي عطلت أو حصل تباطؤ فيها شوية مع اللي حصل على حدودنا الشرقية والمشاكل اللي حصلة عند دولة اللي ما يتسموش. من كم أسبوع زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر. معنى الكلام ده إيه؟ معناه إن أغلب المراقبين ما كانوش متوقعين إن يجي اليوم ويشوفوا فيه الرئيس التركي أردوغان وهو بيزور القاهرة، وكمان بيصف الرئيس السيسي بالأخ المحترم اللي رافقه في زيارته لضريح الإمام الشافعي بوسط القاهرة. المؤكد كمان إن الواقعيين من إخواننا المراقبين كانوا بيترقبوا الخطوة دي، وهي حصلت وجه أردوغان مصر. لكن السؤال اللي بيبدو كمان واقعي، إمتى هيتكرر الأمر نفسه مع الرئيس الإيراني اللي ما سبقش ليه واتهم السيسي بإنه كلابي أو الكلام ده كله كما فعل أردوغان، وكمان ما دعمش منابر إعلامية تهاجم النظام الرسمي رغم علاقة وثيقة ربطت بين إيران وجماعة الإخوان اللي أزاح السيسي عن سدة الحكم في مصر. ده برضو كلام مهم. وخدوا كمان النقطة المهمة دي، الخلاف بين القاهرة والطهران خلاف خيارات ومش خلاف سياسات أو مصالح. كمان القاهرة الفترة دي عايزة تفضى لنهضتها الاقتصادية الداخلية وتحاول تقفل الملفات وتغير خريطتها السياسية وتجري على أكتر من محاور، لأن اهتمامها الفترة الجاية اقتصاد، خلاص قريب من إنك تقف على رجلك فعلا، هي بس شوية السياسة دول أو الاقتصاد يتشال من عليهم التراب اللي موجودين. شوف بقى اللي حصل في 2014 وبيدي مؤشر ان العلاقات رجعت بقوه. اللي حصل انه في 2014 شارك وزير الخارجيه الايراني في حفل تصويب الرئيس السيسي، ده غير تصريحات عديده لعبد اللهيان وزير خارجيه ايران اللي صبت كلها في طلب ود القاهره وعوده العلاقات. تصريحات وقتها، من التصريحات دي والمباشره قال عبد اللهيان عندنا رغبه جديده ومؤكده في تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، بقى احنا بقينا اشقاء يعني. كمان وخلال اللقاء أخير مع مسؤولين مصريين أبدى الرجل ده وزير الخارجية رغبة بلاده في فتح صفحة جديدة للعلاقات، وسبق وأكد كمان إن وجود القاهرة أو وجودهم في القاهرة في إشارة لزيارته الرسمية الأخيرة، كمان المشاركة في حفل التنصيب دليل على تطلع إيران لعودة العلاقات مع مصر. طب إيه اللي ناقص؟ هو صحيح إن القاهرة معطلة عودة العلاقات مع إيران لسبب عربي مسكوت عنه؟ ده سؤال مهم، وركز في إجابته عشان إجابته تفاصيلها مهمة. ما هو القاهرة لازم تربط ده بمكاسب، هكذا الدبلوماسية. هنجاوب بطريقة غير مباشرة وهنقول لك، فاكرين لما وقعت طهران والرياض اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟ ساعتها علقت الرئاسة المصرية بجملة مختصرة ومفيدة وقالت نقدر الخطوة الهامة دي، وكمان بنسمن التوجه اللي انتهجته السعودية في الصدد ده، واللي كان توجه أو توجيه مصري على فكرة. مصر اللي وجهت السعودية انها تحط ايديها في ايد ايران، مش وقت خلافات يا عم ولي العهد السعودي، انت عندك مشروع اقتصاد لازم يطلع والحرب طرفيها بيكونوا خاسرين. وقتها كمان اعربت الرئاسة المصرية في مصر عن تطلع القاهرة ان يكون التطور السعودي الايراني ده ليه مردود ايجابي بخصوص سياسات ايران الاقليمية والدولية. جميل، مع اشتعال الوضع بقى على حدودنا الشرقية وتداعيات العدوان عليها في منطقة باب المندب، كمان أصبح الملف أكثر أهمية، وخصوصا وإن إيران هي الداعم الرئيسي لجماعات المقاومة هنا وهنا وهنا، سواء على حدودنا الشرقية أو في لبنان أو في اليمن جماعة الحوثي. القاهرة بتلعب بقى الدور الأهم في الوساطة مع فصائل المقاومة والغرب بما فيها أمريكا وتل أبيب. ضيفوا لده وده الأهم، احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية. خليك واخد بالك إن برضو النظام في مصر لازم يتعامل بالمنطق، وده مصلحتي فين والخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الخانق ويفتح الباب مع الكل. كمان في أكتر من ثلاث أو من أكتر من ثلاث سنين وإيران بتسعى للتقارب مع مصر وتطور علاقتها معها، كل ده هدفه إنها تخرج من عزلتها الدولية والإقليمية، وشايفة إن التقارب مع مصر هيساعد وهيختصر مسافات على تفكيك العزلة دي، وبشكل كبير في المقابل مصر ما عندهاش أي مانع في التقارب ده، خصوصا مع عودة العلاقات السعودية الإيرانية، وده اللي بيشجع القاهرة على اتخاذ خطوة لقدام. وكمان توصيت الكويت، ودي معلومتنا برضو، مصر في إنها تحل مشاكلها مع إيران. حتى مساعد وزير الخارجيه المصري الاسبق السفير رخا احمد حسن قال لجورنال الشرق الاوسط طالما وصل التقارب بين البلدين للمرحله دي، في اشاره للقاء وزير الخارجيه المصري والايراني، وتابع ده تصريح مهم للرئيس الايراني شخصيا واللي استرد بشكل مباشر ود
النظام في مصر وطلب عودة العلاقات، ده كله مؤشر اننا وصلنا لمرحلة عودة العلاقات المنقطعة، وان الخطوة المتوقعة الجاية هي اعلان عودة العلاقات بين البلدين خصوصا بعد دخول الدولتين لبريكس. وكلام مهم تاني عن التكتل، انه شغال على موضوع عودة العلاقات بين القاهرة وطهران، ومش بس كده هيمرر صفقات اقتصادية ضخمة للبلدين الفترة الجاية لدعم اقتصادهم، مع كلام ثالث عن صفقة ضخمة اقتصادية في الطريق لمصر مع ايران، ودي اللي هتفتح صفحة جديدة وبيدى للعلاقات بين البلدين. وما تستغربش، لان ايران عندها كم كبير من الاستثمارات متنطور في جميع انحاء العالم، استثمارات قوية، وهي نفسها فرصة بالعقوبات المفروضة عليها، كفاية انك تنقلها النفط بتاعها او حتى الذهب او الغاز او غيره. الاهم بقى، وبحسب التسريبات، ان تكتل بريكس تقريبا كده انتهى سرا انهاء تحالف ثلاثي بين مصر وايران والسعودية، ودي برضو معلومة مهمة. وعشان يكون تكتل اقتصادي قوي داعم لبريكس في الشرق الاوسط لتسهيل هيمنة الروس والصين على كنوز الشرق الاوسط وافريقيا، وكمان ضرب هيمنة الدولار والامريكان، في المقابل مكاسب اقتصادية القاهرة والرياض ودعم العملات الوطنية زي الجنيه والريال. كمان شايف استاذ العلوم السياسية طارق فهمي ان في تفاؤل كبير من الطرفين بتقليل مساحة الخلاف. في تقديري فهمي ما بقاش هناك خلافات تعوق اي مسار للتطوير، في كمان مساحات للتلاقي وليس للتجاذب. حتى بعد زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق اللي توسط في النقطة دي، مصر وإيران في مايو اللي فات تحدثت تقارير عن وساطة قادها سلطان عمان في إطار الملف نفسه. كمان وصف وزير الخارجية الإيراني أمير حسن عبد اللهيان في تصريحات سابقة مصر بالشقيقة والصديقة، وعرب عن تطلعه لعلاقات ثنائية أو ثلاثية ما بين البلدين وكمان معهم دول المنطقة فيما يخص الخليج. أهم حاجة كمان هو إن العلاقات بين البلدين هتسوي الأزمة اليمنية، وبالتالي استقرار منطقة قناة السويس. مشكلة بسيطة وهنقف عندها ثواني، إيه اللي هي؟ ارتباطا بدخول إيران تحت مظلة بريكس، بنشوف كمان الدكتور محمد عباس ناجي، ده رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية قريب قوي من الشأن الإيراني، بيقول في عقوبات أمريكية مفروضة على إيران بالإضافة لعدم انضمام إيران لاتفاقية فاتك لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. في رأي ناجي ان المشكلة دي بالتحديد عقبة في مواجهة التعاون الاقتصادي لإيران مع حلفائها زي الصين مثلا، لان هي دلوقتي بقت سوق او مرتع لغسيل الاموال. لكن رجع وقال اكيد بريكس هتحلها، وخصوصا الروس والصين ما بيغلبوش، اللي هم عايزين يهدوا المارد الامريكي ويقضوا تماما على هبته، وكده هيفضل خريطة الطريق هنشوفها الفترة الجاية لإعادة رسم المنطقة اقتصاديا من جانب الروس والصين، وخريطة تانية لعودة العلاقات بين مصر وإيران وتجهيزهم من جانب بريكس لقوة اقتصادية بالمنطقة. والمقابل هيكون إن مصر هتهيئ للروس والصين علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط بحكم دور مصر المحوري والمنطقي والاستراتيجي والحيوي في المنطقة. نرجع بقى أو نيجي للسؤال الأهم، إيه المتغيرات المرتقبة في حالة عودة العلاقات؟ ده كلام مهم، في نتائج إيجابية كتير لو رجعت العلاقات، منها زيادة التبادل التجاري والتعاون في مجال صناعة النفط والبناء على المشاريع الاقتصادية المصرية الإيرانية المشتركة منذ عهد الشاه، وأبرزها بنك مصر إيران وشركة مصر إيران للغزل والنسيج، وكمان عوائد السياحة أو عوائد سياحية ضخمة. ده غير بقى أن احنا هنستفيد من عودة وحركة الأسطول الشبحي والعائدات اللي ممكن تيجي من وراه، وشغل اللوجستيات هيجوا يخزنوا عندك بقى نفط تحت اي علم ما تفرقش هنا، ويخزنوا عندك الغاز ويخزنوا عندك الذهب، قصص كتير، والبضايع بتاعتهم اللي بيبقى صعب تحركها في السوق الدولي. غير كده هيكون في تعاون ضخم في الملفات الساخنه في المنطقه وتهدئه الاوضاع بالتزامن مع عوده العلاقات السعوديه الايرانيه، وهتكون ورقه ايران هتكون ورقه في ايد مصر لانهاء مشاكل وحاجات كتير عالقه في الخليج، وإبراز دور مصر أكتر في الخليج اللي بيخشى إيران من وقت للتاني. الخلاصة وزي ما قال الخبير بشير عبد الفتاح، إن خريطة الطريق لعودة العلاقات بين القاهرة وطهران هتكون عبر رؤية وتقييم كل طرف لتحقيق التقارب مع الطرف التاني ومدى تنفيذ الوعود. بشير عبد الفتاح قال إن انضمام البلدين لتجمع بريكس يجسد التقارب وهيرفع من درجات التحالف الاقتصادي، خصوصا مع وجود مجالات عديدة اقتصادية بتقرب كتير بين البلدين. انت كمان محتاج فتوات يدافعوا عنك، او بمعنى ادق يحلوا المشاكل بعيد عنك، ومحتاج استقرار في المنطقة عشان تقدر تهتم بنهضتك الاقتصادية الداخلية. ما هو مش مقبول يكون البلدين مصر وايران في تجمع واحد اقتصادي ضخم بحجم بريكس وتكون علاقتهم السياسية
متباعدة، وفي النهاية هي مصالح لازم تتصالح. أشوفكم على خير.